رمضان كريم. أنا إيمان اليوسف معكم في بودكاست حكايات رمضان. هل في الدبلوماسية الثقافية رمضان؟ يقوم جزء هام ومفصلي من الدبلوماسية الثقافية على التسويق الأممي أو تسويق المدن والدول لأنفسها. ولذلك التسويق أن يكون متفرداً وحقيقياً وناجحاً، عليه أن يقترب من هوية تلك المدينة أو الدولة بما فيها من موروث تراثي وثقافي وعادات وتقاليد وممارسات من أزياء وأدب، فنون وطبخ وموسيقى. تميز ممارسات شهر رمضان وطقوسه دول العالم الإسلامي، كما تميز الدول داخل العالم الإسلامي، أي بالمقارنة بين بعضها البعض. أثناء تحضيري لمادة الحلقتين الأولى والثانية من هذا البودكاست، استمتعت بكل ما قرأت على هامش البحث من تفاصيل طقوس الشهر الكريم في مصر الزاخرة بليالي من الروحانية والأزياء والمطبخ والأناشيد وقراءة القرآن الكريم، وكل ما ارتبط بخان الخليلي، قهوة الفيشاوي، مئذنة جامع الحسين وجامع السيدة زينب، والأحياء المحيطة بهما والأسواق. مما ارتبط بشهر رمضان ارتباطاً وثيقاً فأصبح من علاماته ورموزه هو الفانوس، الذي يعود أصل مسماه وفقاً للفيروز آبادي صاحب كتاب القاموس المحيط لمعنى النمام، وذلك لأنه يظهر صاحبه وسط الظلام. أما عن القصة وراء استخدامه وربطها بشهر رمضان فتتعدد وتختلف الحكايات، ومنها أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله حين خروجه لاستهلال هلال شهر رمضان في الليلة الأخيرة من شهر شعبان، كان يخرج الأطفال قبله حاملين الفوانيس ليضيئوا له الطريق. كما يقال أن الخليفة الفاطمية ذاته، أو في روايات أخرى الخليفة العباسي هارون الرشيد، أمر بتزيين الشوارع بفوانيس في شهر رمضان الكريم لتنير الطريق للمصلين في الطريق من وإلى المساجد. هذا العبق بروح المكان الخالدة التي تستأثر بها أيام شهر رمضان تحقق في دولة جمهورية مصر العربية مثلاً أو ماليزيا باختلاف طقوس الشهر الفضيل فيها عنها في الدول الإسلامية العربية، تحقق تسويقاً أممياً أخاذاً، بل وقوة جذب سياحية وثقافية واقتصادية قوية. في منطقة الخليج العربي في عمان والإمارات والسعودية والكويت والبحرين على سبيل المثال، هناك طابع مختلف أثير، خليط من النوستالجيا والتراث واحتفالية الألوان والنكهات والتراتيل. كما على سبيل المثال تفاصيل السوبيا والتميس في جدة، والزوارات والغبقات في الكويت، واحتفالات المالد الإماراتية وصولاً إلى احتفالات النصف من رمضان والتي تسمى القرقيعان في الكويت والسعودية، أو القرقاعون في البحرين، أو حق الليلة في الإمارات، أو القرنقشو في عمان. لكن ما قصة هذه الاحتفالات؟
وما الفرق في الاحتفالات بينها وبين النصف من شعبان؟ إن أزياء القرقيعان الشعبية وحدها بمثابة احتفاء ثقافي متنوع فاخر وثري، بالإضافة إلى طبيعة الأناشيد والأهازيج التي يتم ترديدها والحلوى التي توزع وتصنع. أما التسمية فيقال أنها جاءت من القرع على الطبول أو من خلط الحلوى والمكسرات التي تضرب لها الأواني والسلال. وهناك تفسير آخر يعود إلى أنه يعني قرع الباب، لأن الأطفال فيه يمرون ويطوفون على المنازل ويقرعون الأبواب. يقال أن السبب في الاحتفال بالقرقيعان في النصف من شعبان هو الاقتراب شهر رمضان، أما الاحتفال به في منتصف شهر رمضان فهو لإتمام الصيام إلى منتصفه والاقتراب العيد. بالعودة إلى فكرة شهر رمضان في الدبلوماسية الثقافية، فنحن كما تحدثنا عن دور الطقوس والممارسات ورمزيتها في التسويق الأممي، فإن من أهم مجالات الدبلوماسية الثقافية أيضاً مع الهوية هي القيمة التي تسوق وتقدم لها الدول. يقدم شهر رمضان للعالم قيمة التسامح والتعايش التي يمكن أن تعمل بشكل فارق في دبلوماسية الدول إن تم توظيفها بالشكل المناسب. هذا بالإضافة إلى قيمة الروحانية والعودة إلى تركيب وتكوين الأسرة، أي الجذور والأصول، وهي قيمة عرفت أكثر في الشرق الأدنى والأوسط دون بقية مناطق العالم. بشكل عام، فإن اقتصاد السوق العالمية للمناسبات يعد من أقواها وأكثرها منافسة، حتى أن مؤسسات ضخمة باتت تروج لمناسبات جديدة بهدف التحصيل المادي وإنعاش البيع، مثل يوم العزاب الذي يصادف يوم 11 من شهر نوفمبر من كل عام، بعد العائدات الضخمة التي يعود بها يوم الفالنتاين أو عيد الحب، ومثله الجمعة السوداء ويوم الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية وأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، والتي تصل في الكريسماس وحده إلى 723 مليار دولار أمريكي وفقاً لإحصاءات عام 2018، مع زيادة متوقعة بنسبة من 3.8 للعام ذاته إلى 4.2 لعام 2019، أي بما يعادل إنفاق 1000 دولار أمريكي للفرد الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. لا يزال شهر رمضان يتمتع ببعده الروحاني، وهو أقرب لأصوله الدينية من بقية الممارسات والاحتفالات في العالم. لذا فيمكن أن تكون النتائج الاقتصادية مختلفة أو أقل من حيث الأرقام والنسب بكثير، لكن لا يمنع ذلك الارتباط الوثيق بين الثقافة والاقتصاد والسياحة وغيرهما من قطاعات الدول، ولا يمنع أن شهر رمضان الكريم نقطة فارقة في الدبلوماسية الثقافية بشكلها وطابعها ودلالاتها الفريدة.